الأعداد العقدية أو المركبة، أو في عالم بيسموها التخيلية. يعني هي كتير بسيطة بس الواحد يفهمها شو هي. المطلوب إنه نلاقي رقم إذا ضربناه بحاله بيطلع عدد سالب، وهذا الشيء بالأرقام العادية مستحيل يصير. فخطر على بال علماء الرياضيات إنه يلاقوا أرقام جديدة فيها هي الخاصية، وهذا هو الشيء اللي هشرح لكم إياه هلا. بشكل عام الناس كانت تتخيل الأرقام من قبل كأنه هي محطوطة على سهم موزعة بالترتيب، أكبر وأصغر، الصفر بالنص، الأرقام السالبة بيكونوا قبل والأرقام الموجبة بيجوا بعد، وهيك يعني. فإجت الفكرة بالأعداد المركبة إنه نشوف الأرقام بطريقة مختلفة. الفكرة الجديدة بالأعداد التخيلية هي إنه نشوف أرقام مثل هذا الرقم. هذا الرقم جديد، مو مثل الأعداد اللي قبل، لأنه ما له جاي على السهم مثل ما نحن متعودين. بس مو هاي المشكلة الكبيرة، لأنه نحن بنعرف كيف نحدد موقع نقطة بمستوي ثنائي الأبعاد. نحن بحاجة لمحور عمودي وبعدين بنحدد الإحداثيات. لحتى نحدد موقع نقطة بمستوي، نحن ممكن نحدد إحداثيات على المحور الأولاني وإحداثيات على المحور الثاني، أو بنحدد بعدها عن نقطة المركز والزاوية اللي لازم نلفها من المحور الأفقي لحتى نصل له. وبنصير بنشوف الأرقام الجديدة اللي سميناها أرقام مركبة كأنه نقطة من مستوي، مو نقطة على السهم مثل ما كان بالأرقام اللي قبل. طب صفي، هلأ نحدد كيف ممكن نضرب رقمين مركبين مع بعض أو نجمعهم مع بعض أو هيك شغلات يعني. حددت عددين مركبين على المستوي، واحدة إحداثياتها X1 Y1 والثانية إحداثياتها X2 Y2، وبدي أجمعهم. نتيجة جمع عددين مركبين بيكون دائما عدد مركب جديد، يعني نقطة جديدة بالمستوي، وبتكون إحداثياتها تبع الـ X هي X1 زائد X2، وعلى الـ Y هي Y1 زائد Y2. يعني بكل بساطة بجمع الإحداثيات تبع الإكس مع بعض وبجمع الإحداثيات تبع الواي مع بعض، بيطلع معي نقطة جديدة أو العدد المركب الجديد. بيكون إذا ناتج جمع العددين هو النقطة يلي الإحداثيات على الإكس X1 زائد X2 وعلى الواي Y1 زائد Y2. بنلاحظ يعني إنه العدد التخيلي أو العدد المركب أو شو ما بدنا نسميه هو نقطة من مستوي، وهي شغلة كتير مهمة. يعني ما له عدد مثل الأعداد اللي كنا بنعرفها من قبل. طيب كيف بدنا نضرب عددين مركبين مع بعض؟ لحتى نضرب عددين مركبين مع بعض هي بدها شوية تركيز، فركزوا معي بس شوي. ناخذ العدد المركب الأول وناخذ الزاوية تبعه وبنجمعها للزاوية الخاصة بالعدد المركب الثاني، فبصير عندنا زاوية جديدة. هي الزاوية الجديدة هي بتكون زاوية العدد المركب الجديد، وبناخذ طول العدد المركب الأول وطول العدد المركب الثاني بنضربهم مع بعض، يكون هذا طول العدد المركب الجديد. إذا العدد المركب الجديد زاويته هي ناتج جمع الزاويتين تبع العددين المركبين اللي من قبل، وطوله هو ناتج ضرب طولين العددين المركبين اللي أول شيء. إذا العدد المركب الأول طوله R1 والزاوية تبعه Φ1، والعدد المركب الثاني طوله R2 والزاوية تبعه Φ2، وناتج ضرب العددين بيطلع العدد الفوقاني اللي الزاوية تبعه هي ناتج جمع الزاويتين مع بعض، وطوله هو ناتج ضرب الطولين مع بعض. واضحة؟ طيب السؤال هلا، شو هو الرقم اللي إذا ضربته بحاله بيطلع معي ناقص واحد؟ يكون هذا الرقم. بس ليش؟ لأنه زاويته 90 درجة، فإذا ضربته مع حاله رح تصير الزاوية 180 درجة، وطوله واحد، رح أضربه بواحد بحاله بضل الطول واحد، فبصير عن ناقص واحد. طيب يا ترى في شي رقم تاني بقدر أضربه بحاله كمان بيطلع معي ناقص واحد؟ تمام، في هذا كمان.
لانه زاويته 270 درجه، اذا جمعتها مع حالها بتصير 540، يعني بتلف لفه ونص وبترجع لعند الناقص واحد، لانه كمان الطول واحد فرح يصير كمان على الناقص واحد. هذا الرقم بالاعداد التخيليه بسموه اي، وهذا بيكون ناقص اي. الرقم اي هو رقم بضربه بحاله وبيطلع معي ناقص واحد، يعني اي مربع يساوي ناقص واحد، كمان الناقص اي مربع يساوي ناقص واحد. طيب اذا اخذنا اي رقم مركب عشوائي وراح نسميه زد مثلا، هذا الرقم زد له احداثيات اكس واي وله طول ار وزاويه فاي. كل عدد مركب بيكون في له عدد مركب تاني اسمه مرافق العدد المركب. هذا المرافق اذا جمعته مع العدد الاصلي، يعني اذا جمعت العدد مع مرافقه بيطلع معي عدد مثل الاعداد اللي بعرفها بالعاده، يعني موجود على السهم. واذا ضربت العدد مع مرافقه كمان بيطلع معي عدد موجود على السهم. العدد المرافق بيكون موجود تحت العدد الاساسي وبيكون له نفس احداثيات الاكس ونفس البعد، بس بتكون الزاويه نفس القيمه بس مع اشاره ناقص، والاحداثيات على الواي بتكون نفسها بس احداثيات ناقص. طيب شو أهمية عدد مرافق؟ مجموع العدد مع مرافقه رح يكون موجود على المحور الإكس، وإذا ضربت العدد مع مرافقه رح أضرب الآر مع الآر، لأنه اثنيناتهم عندهم نفس الطول، بيطلع معي الطول الجديد هو آر مربع، وبجمع الزاويتين مع بعض تطلع صفر، وبالتالي إذا ضربت العدد مع مرافقه رح يطلع معي الزاوية صفر للناتج، يعني رح يكون العدد الناتج موجود على المحور الإكس. ناتج جمع هذا العدد مع مرافقه وناتج ضربه مع مرافقه. رمز المرافق يا بيكون خط فوق الحرف، يا بيكون هيك نجمة صغيرة محطوطة كمان فوق الحرف، حسب المرجع وحسب الكتاب، ما بعرف شو بيستخدم. أنا اخترت بس هاي المعلومات عن الأعداد المركبة لحتى أحكي لكم إياها، بس في شغلة أخيرة حابب إنه أحكي لكم إياها. هدول المحاور بيتسموا المحور الحقيقي ار اي او ريل، والمحور التخيلي ايماجينري. انا طول الوقت كنت ما عم بحط اسماء للمحاور. طيب نحن شو بدنا بالاعداد المركبه وليش عم نتعلمهم وليش عم نتغلب فيهم؟ الاعداد المركبه مهمه كثير بالفيزياء، ميكانيك الكم، بالاهتزازات، بالكهرباء، بحل المعادلات الجبريه، بتخلي الامور تصير ابسط بكثير. ويمكن اول ما الواحد يتعرف على الاعداد المركبه يمكن ما يحس انه شو هو الشيء اللي ممكن هن يعملوه لحتى يصير الحسابات اسهل او لحتى يصير كل شيء اسهل. بالعكس ممكن يحس انه كل شيء حيصير اعقد، بس بالعكس بصير كل شيء كثير سهل وكثير حلو وكثير ظريف. انا شخصيا بحب الاعداد المركبه، ما بعرف انتم شو رايكم. بكل الاحوال شكرا للمشاهده. سلام.